تتويجا للشراكة البحثية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، تم تنظيم ندوة مشتركة بعنوان آفاق الربط الكهربائي الخليجي بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون وعدد من المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة. نعم، وكانت الندوة قد شهدت مشاركة نخبة من خبراء ومهندسي مرافق الكهرباء وعدد من واضعي السياسات في مجال الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون وباحثين في الطاقة من مراكز أبحاث خليجية. ندوة جاءت بمثابة انطلاقة لسلسلة قادمة من الأنشطة والإسهامات البحثية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز دراسات، والتي وقفت على مجمل التحديات المتوقعة في مجال الربط الكهربائي وشراكة الطاقة، إلى جانب متابعة ما قد تجود به الأبحاث الإقليمية التي تقرأ أقصر الطرق للاستثمار في الطاقة الكهربائية ودور الشراكة الدولية في دعمها وتطويرها. كما تطرقت محاور الندوة إلى اتجاهات الأبحاث الإقليمية لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للمشروع، علاوة على تشجيع الاستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية وخلق أيضا سوق خليجية خاصة لهذا النوع من الاستثمار، وما ينطوي عليه تعاون في مجالات الطاقة من أهمية وانعكاسات استراتيجية على العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة. ثلة من الخبراء ومهندسي مرافق الكهرباء، إضافة إلى عدد من واضعي السياسات في مجال الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون، ناقشوا وخلال جلسات الندوة الثلاث أهم المواضيع المتعلقة باتخاذ الخطوات الفاعلة لإدماج شبكة كهرباء دول الخليج العربي التي تم إنجاز ربطها البيني مع الشبكات المترابطة القائمة والمزمع إقامتها في مناطق أخرى من العالم، لما ينطوي عليه التعاون في مجالات الطاقة من أهمية وانعكاسات استراتيجية إيجابية على العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة. التحول الطاقي يتطلب تكيف مع المتغيرات الجديدة، تكيف مع نوعيات الطاقة الجديدة، الطاقة المتجددة، ومتطلبات أكبر من المرحلة السابقة. هذه يتطلب تقنيات جديدة، يتطلب أنظمة جديدة، يتطلب نوعية جديدة من التعامل مع هذه المتغيرات، كلها تحتاج نوع من الدراسة والبحث والتنقيب في هذا. لذلك التعاون مع يعني المراكز البحثية مثل مركز دراسات شيء مهم بالنسبة لنا. يعتبر مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الرائدة على مستوى الخليج دول مجلس التعاون، طبعا وهو من المشاريع التي ربطت البنى الأساسية بين دول مجلس التعاون. نحن في دول المجلس نفخر جدا أن هذا المشروع يعني يعتبر من المشاريع الخليجية المشتركة التي يعني تدعم التعاون بين دول مجلس التعاون في التبادل التجارة بينها في الكهرباء. هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر شركة مساهمة تعنى بربط البنى التحتية الأساسية وتزويد الأعضاء بالأحمال الكهربائية الزائدة عند الطوارئ والتصرف المفيد بفوائد الطاقة متى ما توفرت. استعانة ممنهجة بأدوات البحث العلمي المتطورة لمواجهة التحديات التي قد تواجه مشروع الربط الكهربائي وما يمكن أن يترافق مع قيامه من معيقات قد تؤخر من حصد الناتج منه. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.